حابين نعرف بالبداية بأي مرحلة تعرفتي على زوجك وشون صار الزواج؟ تفضلي. بدأت المرحلة تعرفت بها على زوجي بأول كلية. يعني أنا حياتي بداية أحكي لك يعني حياة طبيعية مثل أي بنية، كملت الدراسة وأهلي زينين وياي ومدللة، أمي ما تخلينا نشتغل بالبيت ولا أي شيء، يعني كلش مدللتنا. دخلت الكلية تعرفت على ولد، هو مو من قسمي، من غير قسم، أكبر مني، يعني تخرج قبلي. ف قال لي أنا نروح للثاني إحنا نتزوج، فكان يعني موضوع حلو وأني أصلا عاجبني الولد. قلت لأمي، أمي ما قالت لا، وافقت، بس قالت يلا مثل ما قال على من يعني نخلص امتحانات الثاني والأول وتزوجين، يعني ما هو مثل ما قال بالعطلة. المهم ما سألت علي أنا ولا على طبيعته ولا شون عايش ولا أهله ولا هاي، بس اللي عرفاني انه امه متوفيه وابوه عايش وعنده اخت كبيره هي يعني مثل مربيتهم، وبس هو ولد، هو الوسطاني، وعنده خوات، هن 4 خوات، اكو اصغر منه 2، يعني هو الوسطاني وقبله 2. فاجوا وتقدموا لنا وخوش ناس، ابو خوش ولد، يعني البنات يعني شلون كان من البدايه مو كلش يعني يسولفن وياي ويحجن وياي، يعني شلون قلت يجوز يستحون بالبداية، وهاي بعدين تعرف عليهم. فكرة الزواج أول شيء قبل ما أختار الوقت أو العمر المناسب لازم يكون عندي هدف، الهدف الأساسي من الزواج شنو هدفي لازم أحدده. يعني هل أنا الهدف من الزواج بالنسبة إلي كشخصيتي هو الشراكة واختيار شريك الحياة، اختيار سند، اختيار احنا شلون نقولها بمعنى العامي انه اختار شخص يكون يعني يسندني بالحياة، يشاركني احلامي طموحي اهدافي واني ايضا اشاركه. لكن لو كان الهدف الزواج ينصب على امر واحد فقط، اني انا اريد ان اتزوج لمجرد فكره الزواج، تعرفين احنا بالاخص المجتمع الشرقي العربي انه احنا الفتاه بعمر معين اذا لم تتزوج يطلق عليها مسمى معين، فلذلك فهل انا اريد اتزوج حتى لا يطلق علي هذا المسمى؟ هل انا اريد اتزوج حتى بس فقط ابني عائله ويكون اسمي متزوجه ولدي اطفال واسره؟ ام هي الفكره الاساسيه الشراكه؟ من حيكون هدفي الاساسي صحيح راح تكون كل الخطوات اللي بعدها تتجه نحو اتجاه الصح. وهي هاي الفكرة احنا ليش قلناها، هل فكرة الزواج مجرد فقط الزواج؟ لان اذا كان مجرد فقط الزواج هنا حصير عندنا هواي مشاكل، مشاكل اسرية، مشاكل حياتية كضغوط الحياة بالعمل، بالجانب المادي، الجانب العاطفي. اما اذا كان هدفي مثلا الانجاب، مثل ما ذكرت حضرتك ممكن رب العالمين ما يكتب لي اني يكون عندي اطفال، هنا اذا معنى الزواج هنا انتهى. ليش؟ لأن أنا تزوجت لأجل هدف واحد. لكن لو تزوجت من أجل هدف الشراكة، من أجل اختيار شريك الحياة، هنا ما راح يكون عندي خيارات محددة أو أشياء محددة راح أحدد تحت مسماها الزواج، وبالتالي إذا لم تحقق إذا رغبة الزواج انتهت. إيش قد صارت فترة وتزوجتي؟ نعرف إن فترة الخطوبة لازم تكون، فأنت إيش قد الفترة وشون كانت علاقتك بأهل زوجك؟ ماكو فترة قصيرة وتزوجت، لأن أنا قلت يعني من داوم بالثاني إنه أني متزوجة، هاي اتفقنا أنا وياه. تزوجت هي بالعطلة، يعني تعودوا علي، الكبيرة موظفة والكبيرة شنو عرفت هي مربيتهم البنات والولد، والأب كلش يحترمها وياخذ كلامها، وهي أم البيت، يعني يقول هي من توفت أمهم وهي كانت بالإعدادية ومتخرجة ويعني معتمد عليها أبوهم هواية، صايرة هي الكل بالكل، فكلمتها تمشي على الأب قبل هو زوجي وقبل البنات كلهن. هنا ترجع أول شيء للثقافة
البيئية، هل ثقافتي البيئية، هل المساندة الأسرية العائلية تسمح لي أنه يكون إلي القرار المناسب بأني أتخذ الوقت المناسب أو القرار المناسب بأي وقت ممكن أني أوافق على الزواج أو لا؟ هاي أول هدف. الهدف الثاني، هل أني ناضجة كفاية أني أتخذ هيك قرار مهم؟ لأن هذا قرار مو سهل، هذه مسؤولية كبيرة على الطرفين ويجب الطرفين أن يتحملوها. فهل أني الطرف الأول عندي الكفاية الكاملة من النضج والوعي والإدراك بأني أقدر أن أختار وإني أبني أسرة وإني أكون شو نحن نقول شخص مثمر ومنتج بالمجتمع؟ هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث، الوقت، وأهم نقطة الوقت. ليش؟ لأن أنا إذا اختاريت ممكن يكون الاختيار مناسب، ممكن يكون الهدف من عنده وأهدافي كلها تمام وصحيحة، لكن ممكن الوقت هنا أنا راح يصير عندي مشكلة بيه، الوقت مو مناسب. أنا هذا الموضوع كان عادي بالنسبة لي، بس شوي أذاني بالنوع اللي التكاليين، يعني هسه يتروح للدوام، الثانية همين تشتغل، البنات البقية بالكلية بعمري، يعني وحدة أصغر مني بالمدرسة، فكانت هاي البنية أنا وياها، يعني وياها ننظف البيت نعدل هاي، بس هي كلش التكالية، يعني من تجي صينيتها لازم قدامها، ملابسها احنا نغسلها، غرفتها احنا ننظفها، هي يعني حتى ابوها مو هيك شيء امرنا مثل ما هي تامرنا، واني اكثر من البنات، ظل البنات خاف عليها الموضوع، فكل شيء براسي واني اشتغل واني اللي تامر علي. الهدف الثالث والاساسي هو الوقت. هل الوقت حتى لو كان اهدافي صحيحه، مرتب أهدافي، الشريك مناسب، وعرفت أني أختار اختيار مناسب، لكن الوقت، عامل الوقت، هل عامل الوقت هو صح؟ لازم أنتبه على موضوع الوقت. هل أنا بهذه المرحلة راح أقدر أسيطر على كل هذه الأمور أم لا؟ هل مقدرتي البدنية والعقلية تتحمل كل هذه الأمور وهذا بهذا الوقت؟ بالأخص حضرتك ذكرتي أن هي طالبة، فهل أنا أقدر أني أوافق بين شريك الحياة وبين المسؤوليات، بخصوصا إذا إحنا بمجتمعنا العربي أكو مشاركة مع الأهل للزوج، فهل أني لأن حيكون عندي مسؤوليات أكيد تجاههم، هم حيكونوا عائلتي الثانية، وهذا كله أنا متحملته، بس قلت يعني تجي من تجي الدوام والكلية راح التهي. قبل لا يجي الدوام صارت مشكلة، أنا ردت أشتري ملابس للكلية، قالوا ما تروح المداومين. شنو إحنا متفقين على أساس أنا ما أروح للدوام؟ قال ما تروحين. ليش؟ والله هي الأخت الكبيرة ما قبلت إنه أكمل دراسة، طبعاً أنا قهرت وزعلت فما خلوني أكمل دراسة، وأنا شرط عليهم إنه أكمل دراسة، بس قالوا حتى ما رحت لأهلي قالوا يلا عادي تش تريدين، هو يعني راح تتخرجين وهم ماكو شغل وهاي. فأني هذا الشيء الغلط المفروض يعني أكتبه بشرط، أكتبه بشيء، وإحنا ما عندنا يعني الشروط اللي مات العقد نكتبها، ما عندنا هيك شيء، ما سامعان ولا شايفة ولا أعرف هذا الشيء، وهذا الغلط المفروض أني أكتبه بالشروط. بس أنا من رحت يعني عقدنا وبالمحكمة، بس هيك سألنا سؤال أخذت المهر ماتتش، بس هاي إيه أخذته، ماكو أي شروط، لا فهموني أكو هيك شيء ولا أدري إنه أكو هيك شيء، فحرام وتراحت عليها الدراسة. هنا دور الأهل كلش مهم، بأني لازم أنطي الوعي الكامل للابن أو الابنة من تريد تتخذ هذا القرار. أجي هنا أنا وياها أتناقش بكل وعي بكل ثقافة، وأجي أفهمها وأسألها هل أنت عندك القدرة بتحمل هذه المسؤولية؟ ترى هذه المسؤولية مو سهلة، أكو زوج حيطلب من عندك مسؤوليات واهتمامات، أكو عائلة ثانية أنت حتكوني موجودة وياها، إضافة إلى ذلك أكو حيكون أطفال، والسبب الرابع الأساسي اللي هي تزوجت وهي كانت بوسط هذه المرحلة الدراسة. هل راح تقدر هي تجمع بين كل هذه الأمور وتحقق هدفها من كل مرحلة؟
لازم الأب والأم يوعون هنا الأبناء بأن أنت تقدر على هذه المسؤولية، وأوريه الجوانب الإيجابية والسلبية بهذا الموقف، وهل أنت حتقدر تتغلب عليها؟ ترى عندنا كذا نقطة، نقطة السلبية كذا وكذا وكذا، أنت حتقدر عليها أم لا؟ وعندنا النقاط الإيجابية كذا وكذا وكذا، فأنت شوف نفسك هل عندك القدرة والوعي التام بأنك تتحمل وتكمل، وبشرط أنك تكون ناجح بهذه الجوانب، لأن أنت ما مستحيل أنه راح تخطو على خطوة من هذه الخطوات، وقت إذا حسيت الفشل كل هذه الأمور ما راح تقدر تنجح فيها. ليش؟ إحساس الفشل واحدة بنقطة من هذه النقاط راح يخليه عنده يحبط أو يشعر بخيبة، وبالتالي ما راح يقدر ينجح بالجوانب الأخرى. بادئ الأمر خلينا نعرف شنو العقد. نعم. العقد حالياً بالقانون العراقي المدني يعرف على أنه اتفاق بين شخصين أو أكثر على قيام على القيام بعمل معين أو ترك شيء معين أو تسليم شيء معين. زين؟ نجي نشوف العقود. العقود من حيث طبيعتها هي نوعين. عالي صوت الست عالية. العقود. اوكي، تحكي الان بعد. ويمكن. اوكي اوكي، يلا تفضل. العقود من حيث طبيعتها نوعين. تمام. عقود شفهية وعقود تحريرية. تمام. تتم كتابة. نجي نعرف شنو العقود الشفهية. العقود الشفهية اللي هي فورية احيانا، مثلا انا عندي اريد اشتري موبايل، رحت لابو الموبايلات قلت له اشتري لي انطيني موبايل، فهاي عقود فورية، هذا عقد. اي حاجة تشتريها من ابو محل، ابو اسواق، ابو موبايلات، هاي تسمى عقود فورية، هذا عقد حتى لا كان شفهي. العقود التحريرية هي يا اما عقود رسمية تتم يم كاتب عدل، مؤسسة حكومية تابعة لوزارة العدل، زين، موظفين، كاتب عدل، موظفين يحرروها. طبعا بكل مكان اكو كاتب عدل تابع لهذه المنطقة. يعني مثلا اكو مثلا يسوون عقد سيارة، عقد هاي الاشياء، يعني تصير وكالات، عقود مثلا تجين الثبتين، اي شيء. شنو فائدته انه يروح لكاتب عدل؟ عقد رسمي يكون معمول به بالجهات كل المؤسسات الحكومية، هذا العقد المكتوب يم كاتب العدل. أما العقود الشفهية هي اللي تصير نسميها عقود عرفية، أحيانا يعني بين شخصين أو بين جماعة أفراد، أو أحيانا تكون عقود فورية أو عقود عرفية مكتوبة لكن مو يم كاتب عدل، ورقة وبها شهود يثبت بها أي شرط. نجي نتكلم عن الشروط. حضرتك تردين تعرفين أنه إذا كانت أكو شروط للبنية لهذا الزواج، عند عقد الزواج، نعم، أن تثبت في عقد الزواج. العقود المعمول بها هسه عقد الزواج هي بالمحاكم ما يثبت بها غير المعجل والمؤخر، زين، والاسم ومعلومات وكذا والرقم الأحوال الشخصية والهوية الأحوال الشخصية والشهادة أو هاي المستمسكات المعمول بها بالدوائر الرسمية. لكن مال إنه يقعد القاضي ثبت 20 شرط، 10 شروط، و30 شرط، لا. لكن عندنا مثلا إذا كانوا أهل البنية، أهل الزوجة يردون يطمئنون على مستقبل بنتهم، تمام؟ مثلا يا اما قلنا الشروط تكون شفهيه واكو شهود على هذا الشيء، وهم واثقين من انه اهل الزوج والزوج راح ينفذون هذه الشروط، وما يصير بعدين اختلاف بيه، ماكو ثقه تدون، يا اما بورقه عرفيه وعليها شهود يكون بها بصمه وتوقيع، يا أما يم كاتب عدل وجهة رسمية، جهة حكومية تثبت هناك الشروط، والشروط اللي تثبت سواء بورقة عرفية أو يم كاتب عدل يجب أن تكون هاي الشروط صحيحة غير مخالفة للنظام العام أو الشريعة الإسلامية. راح أضرب لك مثال. مثلا العقد
اللي يكون بورقة مكتوب بورقة عرفية على لعبة قمار والدين من واحد، وهذا دينه وكتب له ورقة انه اني فلان بن فلان يطلبني مبلغ كذا كذا على لعبة قمار، ووقع وبصموا ودونت بها مثلا الاسم، البطاقة السكن، رقم بطاقة السكن، رقم الشهادة الجنسية، رقم هوية الأحوال المدنية، وبعدين راد يطالب بفلوسه من الطاهية، يروح وعليها شهود، يروح للمحاكم هاي رأسا ترد الدعوة. ليش؟ لأن القمار أو عشيقة دينت عشيقها فلوسه وكانت بها ورقة وشهود، رأسا أول ما تقيم بها دعوة تدخل العريضة القاضي، رأسا القاضي يرد الدعوة. ليش؟ لأن مخالفة للنظام العام والشريعة الإسلامية. هي الفكرة أنه الطرف الثاني البنت اللي تحملت المسؤولية بعمر صغير، هنا الخطأ يقع على عاتق الأب، لأن انطاها دور أكبر من دورها وبعمر جدا مبكر، هي غير واعية لهذه المرحلة اللي هي بيها، وهو حملها أكثر من مسؤوليتها. هنا أول نقطة. النقطة الثانية إن هي ظلت مستمرة بهذا الدور إلى أن أخذت دور الأم، وهي ما راح تقدر تأخذ هذا الدور. أولاً لا العمرها المناسب، ولا هي كدور كأخت ما راح تقدر تأخذ دور الأم. أدوار العائلة، كل دور بالعائلة إلى دور معين وأساسي، ما نقدر إحنا نتجاوز على أدوار الآخرين، وبالتالي ما راح نقدر إحنا نحقق التوازن. ليش؟ لأن هي دورها كابنة إنه تعتني، إنه تهتم، إنه تساعد، لكن هي دورها مو أن تأخذ القرارات عن الأب وعن الأبناء. إضافة إلى ذلك الخطأ من الأب أين كان؟ إنه هو ما انطاها الحرية بأنه تتقبل آراء الآخرين وأنه تسمع للآخرين، وبالتالي أيضا بأنه مسموح للآخرين يأخذون القرار مثل ما هي كان مسموح لها إن هي تكون الحاكم الأساسي والرئيسي بكل القرارات العائلة حتى الأب. وبالتالي أيضا الأب كان الخطأ عليه إنه هو وصل لمرحلة إنه حتى شخصيته فرضها عليه هو نفسه، وبالتالي أصبح هنا أكو عدم توازن بتوزيع الأدوار، فهي أخذت دور تقريبا مو دورها، أخذت دور الأب والأم والأخت، ولذلك لم تحقق الهدف الأساسي بهي حماية العائلة، بهي الاعتناء بهم والاهتمام بهم. بقيت سنة هو اشتغل يعني مثل العاملة بالبيت، يعني أنا كله علي وهي أخدمها، وهاي ما شفت حياتي اختنقت. هو تخرج الولد وشغله مو هالقد، ضل يشتغل شغل عادي، فأنا قلت لي ليش ما أساعدك إنه أشتغل، وأدري هذا الموضوع صعب، بس إذا هم حرموني من الدراسة ما يحرموني من الشغل، بس أنا أصريت إنه أشتغل وطلعت أشتغل. هو بالبداية كان وياي وقلت له لازم أنت كلمتك تمشي وأنت الرجال البيت، وهاي يعني أنا شون قريت شوية براسة، ومقريت براسة يعني مو شيء سلبي، لا على مودنا وعلى مود حياتنا. أختي ما عجبها الوضع، قالت يا أما تطلعون، وخيرتنا يعني يا تكمل وياها بس تطلع يا أنه تنفصلون. فهي كانت السبب اللي صارت بيناتنا المشاكل ودخلت وحرمتني يعني من يم زوجي اللي أنا أحبه، يعني تعرفت عليه وأنا أحبه وصارت مشاكل بيناتنا. أنا أصريت إنه أكمل وأشتغل، وقلت له خليه نطلع، وهو ما قدر يعني، حتى أبوه دخل، أهلي إيد دخلوا يعني وحكوا ويانا وقالوا لي تحملوا أبقي، بس أنا أصريت لأن هي حرمتني من دراستي وتريد تحرمني من الشغل، فما أريد هي تمشي كلمتها علي يعني، مو بتها. أنا مرت أخوها المفروض تحترمني مثل ما أنا أحترمها وخدمتها وما قصرت وياها. دخلوا همين أقاربهم وهاي يعني صار حكي واي ما منحل الموضوع. بقيت أنا قاعدة عند أهلي، بس قالوا لي لازم تسوي النفقة
على مودك انتي سويت قضية نفقة وأخذت القضية، بس هي من سووا يعني موضوع النفقة وهاي، واستمر الموضوع النفقة يعني شوية طول، لأن هو شغله كاسب مو موظف، فهي ظلت تحكي براسه إنه شون هي بعد جاي سوي عليك قضايا ومحاكم ما أدري شنو، هاي طلقها وأنا زوجك وحدة أحسن من يمها. من هذا الحكي هو يعني ما يحكي وياي، وهمين فترة سوالي بلوك من كل المواقع وحتى على رقمي وما أقدر أحكي وياه، وصار الفصال. يعني حتى الفصال مالتنا ما كان مثلا انا انقهرت، لانه تاخر الموضوع. انا مثل ما ذكرت لحضرتك اكو هدف او فد شيء كلش اساسي يمكن غاب عنه. هي لما حاولت تعيش الادوار اللي هي ما كانت مفروضة تعيشها، بالتالي نسيت نفسها وحملت نفسها مسؤوليه اكثر وطاقه اكثر هي ما كانت تقدر تتحملها. فبالتالي كثر ما هي تحملت ضغوطات وآراء أن هي تأخذ القرار عنهم وأن هي تفكر عنهم وأن هي تحميهم وتتحمل مسؤوليتهم، فبالتالي الأمور الأخرى غابت عنها بتكوين الشخصية بالنمو الشخصية، وأيضا غياب دور الأب والأم. نعرف أن الأم كانت متوفاة والأب كان دوره هو اعتمد عليها بالشكل الأساسي، فغيابهم فياتهم دورهم عن تكوين شخصيتها وعن تكوين المفاهيم الأساسية، وأنه تعتمد على نفسها وأنه تكون إنسانة مستقلة ذاتياً وثقافياً وعقلياً وأنه تعطي المساحة وتحترم مساحة الآخرين، هذا كل الأمور أدى أنه هي تكون معتمدة على الآخر. ليش؟ أنا ما أخذ الدور الرئيسي الأساسي، وأنا قلت لحضرتك أخذ الدور الأب والأم، فأني حفرض سيطرتي وحمل الأوامر على الآخرين وهم حيخضعون إلي وراح ينفذوها. ليش؟ حتى من قلت لحضرتك اخذت دور مو دورها، فهي مفهومها عن الاب انه هو يطلب ويتنفذ الاوامر، دورها عن الام انه تكون كذا كذا كذا، ولا نقاش في هذه الامور. اكيد احنا بالبدايه بالاساس هي اكو شلون احنا نقول قدرات نفسيه، ممكن هو شخصيته بهذه الفتره اللي نشا بها كانت متذبذبه، ما عنده اسس ومبادئ اساسيه لاتخاذ القرار، للاستقلالية، لاحترام الرأي والرأي الآخر. هو ما عاش هذه الأمور كلها، تقدير الذات، كل هذه الأمور ما عاشها. يعني قلت لحضرتك سبق وذكرنا أنه هو عاش بدور أسرة كان شخص واحد ماخذ أدوار الثلاثة، هي الأخت الكبرى وهي الأم وهي الأب، فبالتالي كان هنا أكو خلل بنمو وبناء الشخصية. دائما انا اقول انه احنا بتجينا استشارات نفسيه عن الاطفال وكيف انه احنا ننمي شخصيتهم وتتكون شخصيه الطفل، دائما اقول الدور الاساسي الاب والام. الطفل كل ما ينعكس من تصرفات من افكار من كلام من سلوكيات من الاب والام، الطفل راح يتاثر بها بشكل غير مباشر. العالم فرويد يقول اول 5 سنوات من عمر الطفل هي التكوين الاساسي فيما بعد بشخصيه الشخص الفرد من يكبر ومن ينضج، لان هو حيتاثر بها بشكل لا ارادي عن طريق اللاوعي. اوكي، ليش؟ ده توصل له رسائل. انا هسه كطفله ده توصل له رسائل من حضرتك كأم، انت ده توصل له رسائل منك بسلوكياتك بكلامك بافكارك بطريقه التعامل حضرتك مع الاب او حضرتك مع اخواني، فبالتالي أنا راح أتعلم منك ومن الأب كيفية إنه أكون شخصيتي، كيفية أعالج هذا الأمر، كيفية إني أخذ قرار بهذه الأمور. ليش؟ أنا أتأثر بالبيئة المحيطة بي، فإذا كانت البيئة الحوالية غير سليمة وغير صحية، فبالتالي أكيد أنا حنشأ وشخصيتي حتنشأ بطريقة غير صحيحة. ولذلك هو الزوج تكونت شخصيته وتأثر بالبيئة المحيطة به لدرجة أنه كانت شخصيته متذبذبة، لأن ما كان هناك أي شو نحن نقول أي إبداء للرأي بالعائلة داخل العائلة أو اتخاذ القرار. ممنوع هنا كان بالعائلة أن أكو أحد يأخذ قرار غيرها، هي الأخت ممنوع كان هنا أنه هو يبدي رأيه. ليش؟ لأن هنا حتى الأب أنطى رسالة للأبناء أنه حتى أنا قراري كان مهم، هي قرارها الأهم. فبالتالي هو بالنسبة لوجهة نظره
أنا أعرف أن الأب هو اللي حيعطيني هذه المفاهيم، وهو اللي يعطيني 1-2-3 النقاط الأساسية والمبادئ الأساسية اللي يتكون عليها شخصيتي. فهو لذلك ما كان عنده هذه الأسس كلها حتى يكون عنده شخصية ثابتة ووعي وثقافة وإدراك، وبالتالي أعرف أني شلون أتعامل مع الطرف الآخر، وغياب عن أكيد وغياب الوعي باختيار شريك الحياة، لأن أنا ما كان عندي هذا المفهوم. ممكن هم نقول غياب الأم وأنه توفت وهو عمر صغير، هذا أيضا سبب خلل بتكوين شخصيته. طيب هاي المشاكل اللي صارت والتدخلات ما خليتي تدخلين أطراف أخرى مثل تساعدك من أهلك أو من الأقرباء زوجك؟ وايد دخلنا وحاولنا نحله بس ما فاد وياه، أصر أنه لازم ترجعين البيت وتعرفين الشغل، وهي كلمة أختي هي تمشي، فأنا ما قبلت. وضعي هسه أهلي يعني قالوا تريد ترجعين، لأن أنا انفصلت يعني من الجامعة لأن بطلت، فانتظرت لحد ما أنه يصير قرار أنه أرجع، وهاي يقولون هذول المرقنة قيوتهم يرجعون. الحمد لله رجعت وجاي أكمل جامعة، وقلت يعني أبقى بشغلي يعني بس غير شفت، لأن تعرفين أكو واي شفتات بالشغل، والحمد لله ملتهية بشغلي وبدراستي. وهو يعني ما أشوفه، هو أصلا حاضرني. هناك عدة أمور أدت إني أني أختار ممكن خطأ، ممكن ظروف الشريكين اثنيناتهم كانت غير مناسبة، المرحلة العمرية اللي هم كانوا بيها ما كانت مناسبة، ممكن ما كان عندهم النضج والوعي والإدراك التام لاختيار أو لاتخاذ هذا القرار. ممكن أيضا الظروف العائلية للطرفين أدت إن هم يتخذون هذا القرار. ممكن أيضا تكوين الشخصية قلنا اللي هي كان بيها إشكاليات كثيرة أدت إلى أنه تتخذ هذا القرار. كل هذه الأمور لو كانوا بالبداية لجأوا لي شو احنا نقول استشاري نفسي او استشارات علاقات الزوجية، كان ممكن هناك امل انه نعالج هذا الامر قبل ما نتخذ اخر قرار اللي هو الطلاق. دائما اقول اني الطلاق يكون اخر قرار، ولما تكون كل السبل خلاص انتهت وحاولنا اكثر من مرة اني والطرف الطرف الاخر الشريك الحياة، لما حاولنا اكثر من مره انه احنا نصلح هذه المشاكل ونعدل انها ونستعين باهل الخبره. طبعا اهل الخبره مو لازم دائما احنا نقول ممكن نختار مستشار نفسي او مستشار علاقات زوجيه، ممكن شخص ناضج واعي بالعائله او بالاصدقاء يكون يقدر يدلين على الطريق الصحيح. بعد ما نحاول كل هذه المحاولات اذا شفنا انه ماكو امل، ممكن هنا أفضل صحياً للطرفين أن يأخذون هذا القرار. بعض الأحيان على فكرة، بعض الأحيان يمكن إحنا فكرة المجتمع العربي والشرقي عموماً فكرة الزواج والخوف من الطلاق هنا بعض الأحيان وحالياً تخلي الناس تتردد وتخاف أنه تتخذ هذا القرار. ليش؟ لأن فكرة الطلاق هي فكرة جداً مخيفة بالمجتمع. بعض الأحيان ممكن في بعض العلاقات يكون هو الحل السليم والصحي للطرفين وللأطفال هو الطلاق. الانفصال مو معناته أنه إحنا نهاية الحياة، ولا معناه أنه إحنا هنا راح يكون عندنا بيناتنا الخصام وخلافات بين الطرفين وبين الأبناء، وبالتالي حرمان الأبناء من علاقة سليمة. ليش؟ لأن هم من كانوا مع بعض كانت علاقتهم سامة، كانت مؤذية لهم وللأطفال وممكن حتى المحيطين بهم. بالعكس بعض الأحيان يكون الطلاق هو القرار المناسب والصحي للطرفين. هو كان المشاكل من البداية هي ما أنا قلت، إحنا ذكرنا أنا وحضرتك سابقا إنه الوقت كان عامل مو بصالحهم، ممكن الظروف الزوج كانت مو بصالحهم، التكوين الشخصية للزوج ما كانت بصالح الزوجة واختيار شريك الحياة. تكلمنا قبل شوي عن مثال لأحدى الحالات اللي أنتم مثلا طلعتي عليها. نعم. وضحي لنا إياها. الزوجة. نعم. تزوجت وكانوا في بغداد. ورا فترة راد ينتقل للمحافظات. هما بادئ الأمر هي إيش كانت الدعوة؟ إنه هي تقول أني
كنا شارطين لكن شفهي بصورة شفهية. ما دوناها ليام كاتب عدل ولا حتى ورقة عرفية انه شارطين انه يكون السكن والإقامة في بغداد. لكن الزوج صار تغير الظروف والأحوال، حب انه يكون بالمحافظات، يروح هناك ينتقل ويعيش، يعني السكن دائم. هي اعترضت. الزوج يقول انا ما بيناتنا اي اتفاق على هذا الشيء، لكن هي قالت لا انا متفقة مسبقا انه اني اقيم هنا بغداد وما اطلع محافظات واسكن بيها. فكان عندها شهود هي بهذا الشيء. قامت دعوة، هذه الدعوة اخذت مجراها وراحت يم القاضي. زين، فمن السدعة والشهود امام القاضي، القاضي بالاخير رد دعوة للزوجة. ليش؟ لان احنا بعد صحيح اكو بينة شخصية واكو شهود، لكن تبقى حسب قناعة القاضي، مو ملزم القاضي انه ياخذ بالشهادة، ما ملزم، ما مجبر. رد الدعوة وصار الحكم الصالح للزوج. إذا يريد يرجع، إيه إذا أنا هم فكرت بهذا الموضوع، السلين إذا يريد يرجع إيه، بس بشروطي هالمرة. الشروط أنا قلت وراح أرد يعني السلين محامي إنه شون أكتب شروط، ومن الشروط هي إنه أطلع ببيت وحدي وأريد أكتب هذا الشرط بالعقد وينفذه، وهم شروط ثانية يعني إنه أبقى بشغلي، إنه إذا هسه هاي الفترة رجعنا بيها وأنا بعد الدراسة لازم أكمل الدراسة وأريد أكتب همين ما حد يتدخل بحياتنا. فإذا هاي وافق عليه إن هو، أنا مستعد أرجع لأنه أنا ما حبيت غير حتى هاي الفترة، وأنا بس أفكر بيه لأنه ما شفته أنا من حياتي رأسا، دخلت الكلية تعرفت عليها وحبيته. أنا كمختصر راح أنصحها إنه تلتفت لنفسها، لأن هي بمرحلة ما تخلت عن أهدافها وعن أحلامها وعن طموحها وعن تكوين شخصيتها، فبالتالي ما عاشت الحياة الكافية اللي تخليها تكون ناضجة وواعية بأنه تخطو هذه الخطوة. فمرة أخرى بما أني خطيت خطوة بوقت غير مناسب، بظروف غير مناسبة، وعرفت أنه أنا كان اختياري مو مناسب، مو شرط يكون هو الشخص مناسب، ممكن ظروف الشخص، ممكن هي الفكرة كلها نفسها وقتها مو مناسب. فأني أنصح أنه هي تلتفت نفسها، تحقق أحلامها، تحقق طموحها، تشوف شنو هي اللي تريده، شنو اللي هي محتاجته بهذه المرحلة. بعدها من تكتفي نفسياً وذاتياً ويكون عندها النضج التام بأنه تقدر تتخذ هذا القرار مرة ثانية بأسس ومبادئ وبوقت مناسب، وقتها أنصح أن تفكر بالأمر مرة أخرى. ممكن هو، ممكن شخص ثاني، بس هو بظروفه ما راح يكون مناسب إلها. يعني اللي أريد أضيفه إنه بالبداية بادئ الأمر، إذا كانوا أهل الزوجة هم عندهم شروط، أنا أفضل يكون تدوينها إذا يعني إذا كان أكو مرونة من أهل الزوج من الزوج وأهله، إذا كان أكو مرونة وما يتحسسون من هذا الشيء إنه يكون. ليش؟ لأن ذكر عندنا بالقرآن دائما فرهان مقبوضة يعني كاتب عدل. ليش؟ لأن أكو تدوين، كاتب العدل هو جهة رسمية ومعمول بها بكافة مؤسسات الدولة. المرحلة اللي وصلوا بها كل الصعبة، بالأخص أن هم قلت لحضرتش عاشوا الخلافات كلها وما عالجوها. أنا لو كل خلاف كان يحدث أعالجه ونتناقش ونتحاور ما كان حيصير هالتراكمات، وبالتالي حيصير كبت وعبء. ممكن حتى بهذه المرحلة هي كانت تحس أن الزواج هو سجن بالنسبة لها، عبء بالنسبة لها. ليش؟ لأن هي تحملت أكثر من طاقتها، والزوج هم كان لا حيلة له، وبالتالي أدى هذه الأمور كلها أنه يفشل الزواج ويكون غير ناجح. فالفكرة أنه هي أهم شيء هسه حاليا تكمل دراستها، تحقق أحلامها وطموحها، وتشوف شنو هي اللي محتاجته بهذه المرحلة. كل شيء محتاجته أتمنى أنه منها أنه تفكر بنفسها قبل ما تفكر بالآخرين، وأنه يكون الزواج بالنسبة لها هدف. لازم تحط الهدف الأساسي هو اختيار الشريك الصح،
والظروف المناسبة اللي تناسب ثقافتي، بيئتي، أفكاري والمرحلة اللي أنا بيها. بعدها راح تجي كل الأمور تتسلسل. بعد سماعي القصة الأخت، طبعاً هذه القصص تنطرح أمام أنظارنا كثير لعدم توافق الزوج والزوجة أو لإخلال أحد الزوجين بشروطهم ما بعد عقد الزواج. لكن عندنا مادة قانونية موجودة بقانون الأحوال الشخصية، أغلب أبناء أو أغلب أفراد مجتمعنا ما يعرفون طبيعة هذه المادة، وطبعا هي المادة جدا مفيدة للمتزوجين الجدد أو للي ناوي على عقد زواج جديد أو للي ناوي يتزوج أو للي ناوي يخطب، اللي هي المادة 6 فقرة 3 فقرة 4 من قانون الأحوال الشخصية. فقرة 3 تقول الشروط المشروعة اللي تشترط بعقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها. يعني مو شرط أنه هاي الشروط تكون على عقد الزواج نفسه أو تكون بورقة متفق عليها، بس يكونون شهود 2 شاهدين على هذه الشروط تثبت أمام المحكمة. أما الفقرة 4 من المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تعطي حق للزوجة طلب التفريخ أو فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترطه من فقرات ضمن عقد الزواج.